حول تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق وأثرها على المجتمع، ينضم إلينا عبر سكايب أو عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث الاجتماعي الأستاذ يونس العطان. أستاذ يونس، بداية مرحبا بكم. الباحثون الاجتماعيون يحذرون من ظاهرة العنف الأسري ويربطونها بإدمان المخدرات وتعاطيها. بداية، إلى ما ترجع تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولقناتكم الكريمة ولمشاهديكم الكرام. حياك الله. حقيقة يعني أسباب انتشار المخدرات تتعلق بالحدود وربما بأمور خارجية. يعني حدود العراق وكما تعرفون بقيت فترات طويلة دون حراسة مشددة، و يعني بقيت سائدة بسبب الخروقات الأمنية المتكررة من تفجيرات وقتل واغتيالات في عموم العراق، إضافة إلى ذلك انشغال القوات الأمنية بمحاربة الإرهاب. كل ذلك ولد لنا أنه يكون البلد أشبه بالصندوق الذي تجمع فيه هذه المادة ومن ثم تصدر إلى دول أخرى، وبالتأكيد حينما يكون البلد هو المصدر تكون فيه الأسعار المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك هنالك جهات لها اليد الطولة في تنمية هذه الظاهرة مستفيدين منها. كل هذه الأمور حقيقة حصلت ليس في ليلة وضحاها، إنما هذا الموضوع ممنهج. هناك تقارير طبعا كثيرة تحدثت عن سيطرة الميليشيات على الحدود، وهي التي تتحكم بدخول المخدرات إلى العراق، ولكن ترى ما هي آثار تفشي هذه الظاهرة على المجتمع العراقي؟ كما هو معلوم أن المجتمع العراقي لم يكن يعرف هذه الظاهرة تحديدا قبل الاحتلال، ما هو أثر أو تداعيات أو آثار تفشي هذه الظاهرة على المجتمع العراقي؟ يعني حقيقة هذه الآثار اليوم تعصف في المجتمع العراقي. يعني اليوم احنا عندنا فقط خلال سنة 21 عندنا 772 حالة انتحار، عندنا بحدود 78 ألف حالة طلاق، عندنا عنف أسري كبير متنامي. يعني اليوم عندنا العنف الأسري وعندنا عنف ضد الأطفال، اغتصاب وقتل الأطفال. كل هذه الأمور يعني هي بسبب تعاطي المخدرات. يعني احنا اليوم بنخسر طاقات بشرية، بدل ما هذه الطاقات البشرية تعمر وتبني بلدنا وتطرح أفكار ونستفاد من علمها، اليوم مغيبة بشكل كامل. يعني تصريح صادر للسيد وزير الداخلية حينما تكلم، أكثر من نصف الشباب يتعاطون المخدرات، هذه أرقام حقيقية. الرجل أراد يعني عونه من كل المؤسسات الأخرى. يعني نحن الآن حقيقة في خطر. يعني المجتمع العراقي كلها المخدرات تهدد السلم المجتمعي في العراق. أستاذ يونس، يعني بحسب الأبحاث هناك عوامل كثيرة تقف وراء اتساع الظاهرة مثل ما تفضلتم، ولكن بالتأكيد بلا شك أن هناك يعني أثر كبير بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في العراق. الأوضاع الاقتصادية تحدثنا عن الأوضاع الأمنية، الأوضاع الاقتصادية كيف كان أثرها على اتساع نطاق ظاهرة تعاطي المخدرات؟ نعم، كثير من الشباب يعني يبحث عن شيء يهرب به من واقعه الأليم، وضع اقتصادي متردي، وضع مادي متردي. كل هذه الأمور اللي بتحصل في العراق هي نتيجة للتخبط السياسي، نتيجة لسوء إدارة الدولة، نتيجة للفساد الذي ينخر كل المؤسسات الدولة. يعني كل هذه الأمور ولدت لنا جيوش كاملة من الأرامل والمطلقات، من المتسولين، من العاطلين عن العمل. بالتأكيد يعني راح يتجهون هؤلاء الناس إلى المخدرات، هم كل ظنهم أنه يعني راح يهربون من هذا الواقع الأليم، لكن هم راح يخلقوا لهم مشكلة صحية أخرى، ومشكلة بعد أسوأ من المشكلة اللي هم كانوا يعيشون بها صراحة.
طيب أستاذ يونس، يعني بالتأكيد المخدرات مثل ما تفضلتم والكثير من الباحثين الاجتماعيين يصفها أنها حالة هروب من حالة الانهزام الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه أغلب المجتمع العراقي، لا سيما يعني فئة الشباب. في ظل هذه الظاهرة أستاذ، وانتشار هذه الظاهرة في المجتمع العراقي، كيف ترى دور الميليشيات في انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، لا سيما وهي تسيطر على منافذ العراق الحدودية؟ هكذا هذه تقارير يعني أثبتتها، كيف تنظر إلى هذه الحالة؟ والله يعني بصراحة أستاذ، يعني إحنا يعني نتكلم عن ظاهرة وعن شبكة عن كبوتية موجودة في كل المنطقة، في مو المنطقة اليوم، هذه ظاهرة موجودة مو فقط في العراق، يعني هي أكبر حتى من الحدود. نعم حدود العراق بقيت لفترات طويلة سائدة، بس هي أكبر من حدود العراق. يعني قبل يومين قواتنا الأمنية لزمت مسيرة تنقل هذه المادة لعينة. زين احنا يعني قبل اسبوع نزموا 5 اسيويين هم داخلين تهريب وهم عندهم ماده. نعم، هناك الكثير من التقارير يعني تتحدثت عن ان ايران تقوم بدعم عمليات ادخال المخدرات الى العراق وعن طريق اذرعها وهي الميليشيات التي هي مسيطره على الحدود. نشكرك شكرا جزيلا الباحث الاجتماعي الاستاذ يونس العبطان.